رامي ونارين يفاجئون بسن إسماعيل، شاهدوا المزيد من التفاصيل. قامت الجميلة بسن إسماعيل بالأمس بإحياء حفلة رأس السنة بألمانيا، وحفلة بسن إسماعيل لاقت نجاح كتير كبير بألمانيا، وقامت بسن بنشر بوست جديد ونهالت عليها تعليقات كتير من طرف الجمهور وأيضا اليوتيوبرز اللي وضعوا لها لايك، من بينهم نارين بيوتي وخطيبها. أيضا خطيب بسن إسماعيل محمود علق لها على البوست بي أمري الله يحمي لياكي من العين يا نور عيوني أنت بحبك. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away.